لقاء يوم الأحد 4 مارس هو جلسة عمل تفاوضية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية. التفاوض سوف يتم حول المطالب المرفوعة واللي هي معروفة وتتمثل في احترام الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة بيننا وبين مسؤولي قطاع التربية الوطنية محليا ووطنيا. وكذلك هناك قضايا ومخلفات ترتبت على الإضراب كذلك ستكون محل نقاش في هذا